فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إهداء المصحف والكتابة عليه بإهداء من فلان إلى فلان؟ نعم، كتابة على المصحف يعني، والإهداء ها؟ إهداء المصحف، هذا السؤال، والكتابة عليه إهداء من فلان إلى فلان. كتابة الإهداء على غلافه ما أعرف فيها مانع، لكن كتابة داخل المصحف لا، داخل المصحف لا، أما على غلافه فالأمر سهل فيها. نعم.